خلج الخلج شامي ومغربي، ابن البلد وابن العرب والأجنبي. يا شمس هدي وود حدي وغربي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي، ونبتدي الجول بالصلاة على النبي. الوقت تروح للحج عبد الخالق تحدد معاد فرحك على ام الخير. ما هو انا قابلته، صادفني على الزراعيه اول ما جيت وحلف عليا وخدني معاه عشان اتغدى بالعافيه والله يا اخويا، واتكلمت معاه واتفقت ده بعد ما وفقتك طبعا. على بركه الله. الخميس اللي بعد الجاي كده خبط لزق. يلا بقى خلينا نخلص يا ابو علي. الف مبروك يا عبد الله. واخوك العمده قال لك ايه؟ قال لي على بركه الله
وقال لي بلغ حسن اخوك ينزل كفر الشيك عشان يقول للحجه تعمل حسابها وتفصل في سنه رضوان اختك. انت فرحان يا عبد الله؟ ايوه طبعا فرحان. هو جوازي زعل يا ابو علي، خصوصا لما تبقى العروسه بنت الحاج عبد الخالق الحسيني. حكمان يا ابو علي بجلد اخوك العمده في كل حاجه. اول ما فكر وجالي جواز اختار الجزيه بنت الحاج عزام، وفي نفس الوقت كان بيحب خضرة بنت خالك عبد الرحمن، لكن كفت مين اللي تطب وتكسب؟ كفت الحاج عزام. ليه؟ مال وطين وتجاره في ثلاث بنادر. انا اخترت بنت الحاج عبد الخالق الحسيني، اغنى اغنياء بشنين واللي عنده مال يملى زكايه. السحت والربه نص دم الفلاحين. بتقول حاجه يا ابو علي؟ بقول المال مش كل حاجه يا اخويا. قصدك يعني ان ام الخير شكلها مش ولا بد؟ انا عارف، بس على راي اخوك شاهر مفيش واحده في صنف الحريم دي وحشه، احنا اللي نظرنا على جده. اه والله. وبعدين ليه حل؟ شويه مفتجه من اللي بتعملهم امك الحاجه ست اخواتها يخلوها مربربه وملظلظه زي بنات الترقه. ايه سيبني اعرف فين يا ابو علي. جرالك ايه يا عبد الله؟ مش انت اللي لسه مبلغني دلوقتي ان العمده بعتني عند الحاجه ست اخواتها كفر الشيخ؟ اه ما انت اللي نسيتني، فتحت موضوع الجواز ونسيتني بقول ايه. على العموم عدى عليا في مجعدي عشان اديك امانه توصلها لشقه اخوك. ولو اني مش فاهمك يا عمده، لكن على بركه الله. مش فاهمني ليه يا مولانا؟ كلنا عارفين انك لا بتطيق عبد الخالق ولا هو بيطيقك، وانا متاكد وعارف انك لو طولت تكرشه من البلد مش هتتاخر. دلوقتي شايفك بتستعجل جواز اخوك عبد الله من بنت ام الخير. طيب تيجي ازاي دي بقى؟ فهمها لي. المساله بسيطه يا شيخ حامد، أنا ما اقدرش اطرد كبير الحسينه وعين اعينها وصاحب اكبر ارض في زمامها، وفي نفس الوقت مش مامن له، لازم احمي ظهري منه واكسر له انياب السم، اطرمه زي ما بيعملوا الرفاعيه، ومش هقدر انول ده غير لو بنته وحدته تحت ايدي في داري وحكمها في ايد اخويا. بسم الله ما شاء الله، ربنا ينور لك دماغك كمان وكمان يا عمده. ام الخير فعلا هي حبت قلب عبد الخالق ونن عينه، واللي يضمن رضاها يبقى حط عبد الخالق كله في جيبه. الشمس كانت حاميه، عم شهاب مسكني شمسيه وغطى هو راسه بمنديل، والزراعيه لسه فيها يجي 15 كيلو على ما نوصل كفر الشيخ. كانت اول مره انزل فيها كفر الشيخ، ما كانش حد فينا بينزلها كتير. انت تعرف كفر الشيخ كويس يا عم شهاب؟ مال يا سي حسن، داني متربي فيه من ايام الحاج اسماعيل ما جه سكن فيه. كلام ايه ده يا عم شهاب؟ يعني احنا كنا قاعدين الاول في كفر الشيخ؟ مش الكل، ده الحاج لوحده. والله ماني فاكر يا ابن سيدي، اني كبرت وخرفت، جايز ما يكونش الحاج، يمكن يكون حد تاني، وانا اللي دماغي اتلخبطت. مش عارف ليه جه في بالي ان عم شهاب كذب في الحته الاخرانيه دي. ايوه اكيد افتكر ان لسانه سحبه اكتر من اللازم. هو كان سلق بيض ولا فضيحه وعايزين يداروه؟ يعني مجرد رسول يما، وما على الرسول الا البلاغ. وماله يما؟ ادام الكل موافقين على الجوازه هتقفي فيها ليه؟ وقفت الميه في زورك. اني واد بس ممانع، اني بتكلم على الميعاد. ما هو بيقول يما لسه جمعتين. وهما الجمعتين هيقضوا ايه ولا ايه؟ الكلام ده بالنسبة للعروسة يا ام العمدة، ودام ابوها هو اللي متفق يبقى عارف ظروفها كويس ومتأكد انها مستعدة. انا اللي هيجنني بجد هو ابنك العبيد ده. يخرس يا ولد، مين ده العبيد؟ مش قصدي اللي في بالك طبعا، هو نقدر ولا الشيخ حسن كمان، ده بركتنا وحبيبنا. صراحة أني بتكلم على الجدع اللي ملهوف على جدار ده. حرام عليك يا شاهر، ما تقولش كده على أخوك عبد الله. يعني أنت مش عارفاها وشفتيها كويس يا رضوانة؟ أيوه، مالها أم الخير؟ والله العظيم يما دي طيبة وكلها طيبة وحنية. هتقولي لي عليها يا رضوانة؟ أنا تعد مربياه. مربياه؟ أما تتأكدي كده يما، يمكن تكوني رضعتيها على حد من إخواتي ولا حاجة، أو تنجي عبد الله من إيديها. بلاش كلام فارغ بلوش معني. عبد الله اللي بتقول عليه عبيط دي اذكى منك واعجل منك، يا ريتك تبقى في نص عقله. كل ده
عشان هيتجوز بنت عبد الخالق الحسيني. تكونيش فاكره انت وهو انه عشان هياخد بيته هيفتح له خزاينه ويقول له اغرف. ابقوا قابلوني انا اهو وانت اهو وبكره تشوف. وعلى راي المثل ياما، طمعانجي بناله بيت فلسانجي سكله فيه. رايح فين يا حكيم زمانه؟ ما انت عارفه ياما هالحاجه نام لي ساعه عشان اربي سهره. ايه حكايه السهر ليلاتي دي يا ولد؟ والنبي ام العمده تخفي عليا شويه، وان شاء الله انا مش هعمل حاجه تزعلك ابدا. يا ابو علي مش هتيجي سهرك الليله؟ مالكش دعوه بحسن، بوعاك تهوب ناحيته. فكر فيها حسن. قولي يا حسن. نعمين يا رضوان. سمعنا يعني من جيراننا ان في انفار كتير من اللي كانوا محجودين عند الانجليز. اصل الكشف جه المركز وشاهر ما لقاش في اسم حماد. بجد يما؟ وانا امتى كدبت عليك يا بنتي؟ يعني ابا الشيخ يونس والاستاذ بشير ما وصل لهمش اي اخبار عنه؟ هو جعفر رجع فعلا، انما حماد ماله؟ ماله حماد يا حسن؟ الانجليز خطفوه وسفروه الهند. ايه؟ الانجليز خطفوه وسفروه الهند؟ ليه؟ على اسمكم. مالك؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك يا بنتي؟ حد يلحقني بحكيم؟ الدواء ده مزيج انا اللي مركبه بنفسي يا هاني. هتديها منه معلقتين، مره الصبح وقبل ما تنام بالليل، وهبعت لك برشام تديها منه 3 مرات بعد كل اكل. متشكرين يا حكيم، بس الهي لا يسيئك. قول لنا بيها ايه؟ ولا حاجه، الانسه بنتكم زي الفل. امال ايه اللي خلاها تسورك كده؟ صدقيني يا هاني هي بس نايمه شويه وهتقوم من النوم اول ما تسيبوها لوحدها. امال البرشام والمزيج اللي اديتهم لها يطلعوا ايه يا سيبو قطر؟ مهدئات يا ملك، تعالي ورايا عايزك. استنى، قول اللي انت عايزه دلوقتي يا بقطر. انا لازم افضل مع الهنم ام العمده شويه، ما يصحش اسيبها بسرعه كده وبنتهم تعبانه. انا كنت هجيب الدواء من عند وديع واديهولك عشان تجيبه له، بس خلاص مش مهم لما ارجع من العش. طب ما تتاخرش. الحكيم مستعجل ليه يا ست ملاك؟ برضه ملاك زي بعض، اندهلي زي ما يعجبك. الدكتور كان عنده مشوار مهم وعايز يلحق. بس الحكيم ما خدش اجرته، خدي الدهال انت. عيب يا ست الحاجه، ده احنا جيران. والجار يوفي بحق جاره. ما تتعبيش نفسك، مش هيحصل. الله في سماه. والمسيح الحي ما هيحصل. ايه بشنين ذات نفسها ما كانش فيها جبط كتير، لكن السخاويه كان فيها، وكان في بلد تانية صغيرة على طريق الحمول اسمها عزبة النصارى. وعمري ما سمعت كلام ولا شفت حاجة تخليني أخد بالي إن في مسار وجبط ومسار ومسلمين، لغاية ما شفت الخناجة اللي ما هياش خناجة على أجرة الحكيم بكتور بين أمي والست ملك. وكانت أول مرة أخد بالي من الفرق بين الحلفان هنا والحلفان هناك. ربنا يديم المحبة ويشفي رضوانة ويطمنك عليها بالإذن بقى. لو النبي لانتي قاعدة، لو ما كنتيش بس تحلفي. صديقة. نعمين يا ستي. اعملي لنا قهوة من عينيا الاثنين. وانت يا حسن تعال احكي لنا على كل اللي حصل في البلد في الليلة اياها، ها؟ وما تخبيش حاجة، الست ملك ما هياش غريب. رجيحة. ايوه يا ستي. خشي عند ستك رضوانة، اول ما تصحى تعالي بلغيني. الانجليز خطفوه وصفروا الهند. الهند يا حماد، الهند. بتندهي عليا يا ست رضوانة؟ أصلي زي ما كنت سمعت صوتك. سيبيني لوحدي يا رجيحة. بس ست الحاجة منبهة عليا ما فركيش. سيبيني لوحدي يا رجيحة. طب بصي أنا حاجة عود ساكتة زي القوم. قلت سيبيني لوحدي يا رجيحة. حاضر حاضر أنا طالعة أهو. مين؟ بلاش دلوقتي يا حسن، مش عايزة أتكلم مع حد. أنا شاهر يا رضوان مش حسن. عاوز إيه يا شاهر؟ اللي عايز إيه؟ عايز أطمن عليك. هو أنا مش أخوك يا بيت؟ اطمن، أنا ما بياش حاجة.
لا بيك يا رضوان، حسن حكى لي على كل حاجة. انت صحيح يا بنت لسه متشعلقة بالواد حماد السخاوي للدرجة دي؟ اعمل معروف فيا يا شاهر، انا مش عايزة اسمع السرادي لا عايزة اتكلم فيها ولا عايزة حد يكلمني فيه. يا بنت دول بيقولوا راح على الهند. ما يروح ما تروح ما يروح يا شاهر. عارفة يا بنت رضوان انت علاجك ايه؟ تتجوزي. سيبني في حالي يا شاهر، مالكش دعوة بيا، سيبوني في حالي. ولا لو تشوفوا ياما العمد هو واقف بطوله مش لاقي حد حواليه من اخواته، اني لابد مع بشير السخاوي بتفرج وعبد الله وشاير هنا في قفل الشيخ. تلاقيه بعيدهم عن البلد زيني، حكيماني عارفه دماغ ابن فتح الله، خايف لحد من اهله يتخاطف ويهددوه بيه. ثم احنا كنا هنعمل ايه يعني ياما؟ احنا يا دوب اتنين بس باجي جدعان البلد معاه. لا بقى يا شاهر، اسمح لي اقول لك ان اللي ما حضرش الليله دي بفشنين خسر ياما. معلش بقى سامحوني، اصل ماليش في حواديت الخناق والضرب والحاجات دي، وان شاء الله نبقى نطمن على رضوان. ليلتكم سعيده. مع السلامه. مع الف سلامه. ما يلا بينا يا ابو علي. إيه؟ هتخرج معايا كده ولا هتغير هدومك؟ الحاجه مش هترضى يا شاهر. مالكش دعوه بالحاجه، سيبها عليا. هيستخدوا فين يا شاه؟ بعد اذنك يعني يا حاجه، هاخد الشيخ حسن ازوره سيدي طلحه ونطلع على معزه وصف الماريه. اخويا العمده مشغول، وانا بقول يعني اني وحسن نسد مكانه الواجب دي. هو في هميتم في بيت الماريه؟ لو انت ما عرفتيش ياما ولا ايه؟ ده المنادي عمال ينادي طول النهار ويقول توفي الى رحمه الله تعالى الحاج وصف الماريه. ايه ياما؟ ما سمعتيش ولا ايه؟ لا، هو يقرب لعثمان به المريه؟ ده كبير العيله كلها يا اما. يبقى لازم نبعت لفتح الله يجي يعذب ذات نفسه. يا اما اخويا غرقل له شوشته في تكاتيك المعركه وبيوضب امور، معقول هنسيبه ده كله ونقول له تعالى عزي؟ طب ما هيقول لنا امال انتوا بتعملوا ايه؟ محسوبين اخواتي بالاونطه؟ الامر لله. روح معاه يا حسن. بينا يا ابو علي، اتكلنا على الله. مع السلامة يا ولاد. الله يسلمك يا حسن. وعليكم يا صديقة. نعمين يا ست. صديق تعال وروح قولي للست ملك تجيني، أني عايزاها. كفر الشيخ طلحة ده كان اسمها الحقيقي، نسبة للولي اللي جه من المغرب زي العادة واستوطنها، سيدي طلحة أبي سعيد التلمساني اللي يبقى خال السيد البدوي شيخ العرب زي ما بنسميه، والاتنين يقربوا لابو العينين سيدي ابراهيم الدسوجي وسيدي محمد الطاهر الايرواني، كلهم استوطنوا مصر بنفس الطريقه، متصوفين رايحين الحجاز يحجوا ويرجعوا يستوطنوا مصر وما يكملوش طريق رجوعهم. كفر الشيخ دي مركز عباره عن شارعين ثلاثه حواليهم بيوت جنب مقام سيدي طلحه، وبعد ما تعدي ترعه القاصد شرق البلد تلاقي منطقه انضف شويه عشان فيها سكن الحكام والمستوظفين، اسمها العشه يعني الاسم بالاختلاف. وعلى فكره يا ابو علي، العشه دي اللي فيها المدرسه والمعهد الديني بتاعك، يعني دي طريقك اللي هتمشيه كل يوم. لو اخذ يا ابو العبد. عايز يا ولا متولي. الحاج غازل هيات معازه. قول له مش فاضي. بعدين. حاضر يا ابو العبد. مين الحاج غازي الهياتمي ده يا شاه؟ غازي الهياتمي ده اكبر عطار في البلد، وبيقولوا انه كان صاحب ابويا جوي، ومن يوم ما جينا كفر الشيخ وهو راكب على اكتافنا زي جرد الحاوي وعامل فيها ولي امرنا كمان. طب ومالك مش طايقه كده ليه؟ اديك هتحتك بيه وهنشوف هتطيقه ولا لا. طيب هو احنا كنا رايحين فين؟ هنروح العشه يا ولا، في هناك مطرح هتنبسط فيه جوي، ما بيقعدش فيه غير بتوع الإدارة والمستوظفين الخواجات والمصريين والضباط الإنجليز. عشة إيه؟ أنت مش قلتلي إن إحنا هنروح نزور سيدي طلحة وبعد كده هنروح نعزي؟ وأنت صدقت يا حسن، أنا كنت بقول كده للحج عشان تسيبنا. بتروج معايا أمال يا أبو علي. خير يا هاني؟ رضوانة تعبت ولا حاجة؟ لا رضوانة بخير والحمد لله، أنا بس اللي قصداك في خدمة،
ولو اننا تعبناكوا النهارده. ما تقوليش كده، ده انا بفرح وبكون سعيده لما تطلبي مني حاجه. انا عايزاكي تقعدي معاها على ما اروح مشوار واجي ساعه زمن، ما فيش غيري. يا سلام، بس كده انا هفضل معاها لحد ما تروحي مشوارك وترجعي على اقل من مهلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرب يا حسن، جرب. ليه بقى؟ حسن اخويا لسه واصل من بشنين طازه، ما بقالوش ساعتين. دول بقى ابو علي ولاد اكبر واغنى ناس في المركز. ده سعد طلال، اما ده عاطف ميخائيل، وده بقى عمر المكاوي. بيجوا هنا مع ابهاتهم وشويه كده ونفلسع كلنا ونسرح على كيفنا. انتوا بقى لما اهليكوا بتدور عليكم ما بتلاقيكمش. عفارم عليك يا عم حسن، ده سؤال في الصميم. جاوبوا بقى يا سي عمر. ايه الصعب في الاجابه دي؟ الصعب ان احنا هنفضح ابهاتنا المحترمين في نظر الشيخ حسن وهو لسه بشوكوا. ايوه صحيح، ايوه صحيح. ما تكفي على الخبر مجور وبلاها سيره يا سعد. ايه الكلام ده يا شاهر؟ انا عايز اعرف. انا اقول لك يا شيخ حسن، ولو انك لسه صغير ومش عايز افتح عينيك، الحكايه بقى يا لا انا لا عايز اعرف الحكايه ولا روايه ولا عايز اسمعك ولا عايز اقعد هنا من اصله. السلام عليكم. حسن استنى يا حسن. ولا حسن، انا مش ولا يا شاهر، انا ليا اسم تناديني بيه. جاك خابط فيها ايه يعني اما اقول لك يا ولا؟ هو انا مش اخوك الكبير يا ولا؟ العمده اكبرنا كلنا، وعمره ما نده لحد فيني وقال له يا ولا. يا سلام، وجعتك قوي يا ولا. طب اذا كنت يعني بقولها لك عشان يصح برضك تصغرني كده قدام جدعان البندر؟ واللي صح ان جدعان البندر بتوعك دول اول ما يشوفوني يتريقوا علي، واللي اسمه سعد طولان ده يقول لي انت لسه صغير وفتح عينيك وابصريه. بقول لك ايه يا حسن، انا مش شايف فيها حاجه تزعلك او تخليك تتقمص. هاني غيرك يا اخي. ده غير ازاي يا حسن؟ ما تزعلش، ملعون ابو اللي يزعل. شفت اديك اول ما ابتديت الكلام لعنت ابونا الله يرحمه. بقول لك ملعون ابو اللي يزعل اللي ما تفهم بقى دي. اصلك يا شاهر واخد الدنيا لعب وهزار ودايما ماشي لي ورا مزاجك وهواك، ما بتفكرش في حاجه جد يا اخي، ولا بتعمل حساب لاخوك اللي عملك نايب ورمى عليك مسؤوليه لما جومك مقامه. واديك فاكر اللي حصل، انا ما حضرتوش لكن عرفت وعرفت كل حاجه. يا اخي لا بتعمل حساب لنفسك ولا بتوجر روحك لما خليت الغفر اللي بيحرسوك هم اللي بيترصدوا لك ويضربوك. اني بقى عكس الكلام ده كله، اني كرامتي عندي فوق اي حاجه، ولما يجي واحد غريب يبتدي معايا الكلام بهزار وقله قيمه لازم انا اوقفه عند حده. يا حسن، معقوله في سنه واحده تكبر يجي 10 سنين؟ ولا دي علام الشيخ مجاهد جوز عمتك؟ كلامك كله صح، واني دلوقتي بس عرفت انت تقصد ايه. ثاني مش عارف ايه اللي خلاني طلعت كده، مش ناقدة اتعدل او اتغير. يمكن حابب نفسي كده، يمكن حابب الدنيا كده ملهاش الجد، يمكن. بس تعرف يا ابو علي، انا انبسطت قوي انك هتقعد هنا في المدرسه اللي في كفر الشيخ، يعني هتفضل جنبي. انت صحيح غيري بس احنا الاثنين لازمين لبعض. اتفقنا، ادخل بقى لاصحابك واني هروح. تروح فين بس يا ابو علي؟ لو انت فاكر اني جايبك وياي عشان افرجك نادي هندسه الراي، لا يا ابن والدي، الفرجة الحقيقية جاية. Thank you.
الله يا ابنين ايه فيا ايلة وكاوكا وكاعتي جنبك تقدري تقدري ايه الزيتة دي؟ وبعدين بوليس هيقفل الحمارة. أري مش تقدري يا مدام أريتا، تقدري مش هيسمعك، أنا بقول تنزلي له أحسن وتشطبي القعدة. سلام. دي مين دي؟ دي الأسطى حكمة الترزي ومات. في إيه ده بوصله معايا؟ اطلع عشاء. فواجه بقى يا حسن، خليه ينزل بيته. ما هو يا اسطى حكمت، حكمت في بيتكم. الحق يطلع بقى قبل الفجر بيدا والست شكر تكرشك تاني. تكرشني؟ معك حق، معك حق. يا ابويا جسمي يا مين. متشكرين يا عمده، متشكرين. يا انت مين؟ دي حسن اخويا. أنعم وأكرم يا سي حسن. كده برضك يا ولد حسن، دي حركة تعملها برضك تسهيني وتهرب من القعدة عشان تطلع تقعد في الكاريتة. ما عجبنيش الجو، جو سكر وعربدة. أنت ما فيش فايدة فيك يا شاهر. سكر إيه؟ أنا ما بدوهاش. سيبك من الخمر، تقول إيه في الغازية اللي كانت كل حبة تعبط فيك وأنت تحط لها بربع جنيه؟ تعرف بقى فين. الله يجازي شطارك يا ولا حسن. دي تسالي يا جدع، تسالي. امال هنعمل ايه في ليل البراري دي؟ يا اخي بدل ما تضيع وقتك في التسالي الفارغه دي، قضيه في قرايه القران الكريم والعباده. والله صحيح فكرتني يا ولا حسن. ما تيجي ازورك سيدي طلحه. والله شكلك ما انت جايبها البر يا شيخ. ساعه الحظ ما تتعوضش يا شيخ حسن. مش عارف، والله ما عارف، الراجل ده مصمم يقفل باب السكه من جوه كل ليله ليه؟ مش عارف. الظاهر ان البندر كله كده، في تسوق برضه بيقفلوا ابواب السكه، بس ده غير عندنا في البلد خالص. عندنا في البلد كله مفتوح ليل نهار. ايوه عشان امان. ماشي يا بتاع الامان، قول لي بقى الراجل ده ما بيفتحش ليه؟ ايوه حاضر. حاضر ايه؟ جرالك ايه يا عبد التواب؟ هو كل ليله كده؟ معلش يا بيه، ده اوامر المكويه وانا شغال عندهم. ماشي يا بتاع المكويه، وش دخل الكاريتا الحوش وعشوا الحصان؟ ولا اقول لك صح شاب، خليه هو يعشيه. شاب مين؟ ما ماشى. ماشى راح فين؟ والله ما انا عارف ابو العمده راح في ناحيته. انا كنت بستقطع صبيع الجاز من عند الشملي وانا راجع اتكعبلت فيه. على فين؟ قال لي ام العمده بعتها مشوار بشنين. ايه هو؟ مانيش عارف. تفتكر ليه يا شاهر؟ الراجل ده سافر البلد ازاي؟ احنا معانا الكاريت. هو قال انه هيركب الدلتا، ملقاش هيركب حمار من المكالمة. وبعدين انت عايزه في ايه؟ ماني معاك اهو. بقول لك ابو علي، ان الفار بيلعب في عبي. هيكون في ايه بس يا شاهر؟ تعال نطلع واحنا نعرف. الزمان هم ناموا. امال مين اللي هيفتح لنا الباب؟ المفتاح. زي ما بندخل كل ليله.
هي الدنيا ضلمه كده ليه؟ انت مش قلت لي ان البيت ده دخلته الكهربي؟ صبرك صبرك شوي لما نشوف مفتاح النور فين. اهو ايه كده يا اخي ده النور ده؟ ايه اللي مقعدك كده في الضلمه اما نوركو كفايه يا حبايبي. رحت عزيت يا شاهر؟ ايوه امال ياما. داني كمان قعدت اني والشيخ حسن لغايه لما المعزم فض والفيجي خلص، ويعني قلت اقعد مع الناس شويه عشان اواسيهم من الواجب. امال ما شفتكش هناك تكذب على امك خليها تجبنا على ملا وشي واروح انا وهي نعزي في راجل ما مجش. هاني صدقته ونزلت معاه من هنا على اننا رايحين نعزي وبعد كده نزور سيدي طلحي. اسكت انت يا حسن. قول لي يا شاهر، كنت محتاج تكتب كذبه تموت فيها راجل ما مجش علشان ايه؟ بصراحه يعني يا ابو العمده، ام العمده هي السبب. ايوه هي اللي ما كانش لادد عليه تسيب حسن اخويا يخرج معايا، فقلت لها كده عشان تسيبنا نخرج. لما اتحدث معاك تبص لي ما تدورش وشك. فيهاش حاجه يعني يا ابو العمد؟ لا فيها فيها شاهر قله حياه. طب وليه يعني ما تقولش اني هايبك ومستحي من اللي عملته؟ عشان مش هوعدك ومش هصدقك. مش هتصدقني؟ ما تتكلمي يا امه، تكلمي قولي اي حاجه تكلمي. سيب الحاجه في حالها كلمنا انا. بصراحه يعني يا ابو العمدي انا ما عنديش كلام تاني اقوله بعد اللي قلته. بالاذن بقى انا عايز انام. انت محتاج تنام فعلا انت وحسن اخوك الصغير. خش نام، بكره الصبح انا قاعده وكلام تاني. يعني مش هنام دلوقتي، يعني هدخل اغير هدومي واتوضى واصلي الفجر الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. هما بيطلعوا امتى؟ هما مين دول يا اما؟ العفاريت اللي بيتنططوا على كتافك وخلوك تساخسخ من الضحك. يا اما انا بفتكر منظر انا وانت واحنا ماشيين في شارع جماعه المريح، وكل ما نقابل حد ونقول له معزه وصف به فعل يبص لنا كده ويخبط كف على كف. طيب لما طلعنا البيت وهس لا قران ولا عديد ولا حتى باب مفتوح، وايه مش نفهمها بقى ونروح؟ لا ده احنا خبطنا ودخلونا وقعدونا في حجره الجلوس، وبعد شويه جم يقولوا لك تعالي اقعدي مع الحريم. أنا بقى فضلت قاعد لوحدي لحد ما المرحوم ذات نفسه جه وخدني بالحضن. ولا كسفتي وأني قاعدة مع الست جماعته مبلمي مش عارفة أقول إيه، ولا هم عارفين أنا جاية ليه. الله يخرب عقلك يا شاعر. كويس كويس إنك ما عزتهمش ولحقتي نفسك زيي. لكن ربك ساطر، لما شفت الست لابسة ملون ربك ألهمني اتكلم في حكايه النسب كاني جاي عشان الحكايات دي. انت مش شايفاها غريبه شويه معالي هانم؟ ليه يا سواسف؟ مش كان لازم قبل ما يفاجئونا بالزياره يبعتوا يستاذنوا ونرد عليهم بالمعاد؟ هي غريبه فعلا، بس انا بقى ما تفوتنيش الوحده يا اخويا. انا لما احتلها وهي فهمت على طول مع انها فلاحه فكرتني ان كان فيه جس نبض من الخطبه ام جبريل. يعني انت ام جبريل زارتك وفتحتك في الموضوع؟ ايوه. امال ايه، من كام شهر وانا يميها قلت لها اللي يحب يزورني اهلا وسهلا، بيت الماريه عمر ما يتقفل في وش حد. اما حكايه النسب دي بقى فاسم ونصيب. طيب لما يتقدموا رسمي بقى يبقى نفكر في الموضوع. على كل حال الراجل له هيبه كده وطلع. راجل مين؟ الراجل اللي جاي امبارح ده فتح الله الحسين عمدة بشنين. طب وماله؟ وماله ده ايه؟ ده متجوز اتنين وداخل على التالت. ده لا يمكن، مستحيل.
انا اجوز بنتي الراجل مزواج زي ده والله لما يكون السلطان ذات نفسه. يا اختي وانت بتتنرفز ليه؟ مش لما اكمل كلامي، العمده مش هو العريس، ده جاي يخطب لاخوه. لا كده يبقى كلام معقول. مش تبطل الخصله اللي فيك دي، اوام كده تهب زي زعبيب امشير من غير ما تفهم. والدتي الله يرحمها كانت دايما تقول لي نفس الكلام ده. ناولين الطربوش بعد اذنك. وعلى فين العزم من اول النهار؟ زي كل يوم خميس هروح اقعد على رصيف دكان دلهياتني بتاعه العطاره واتفرج على السوق. الاول افتكرت مولد سيدي طلحه من زحام البشر اللي فيه، لكن قالولي ان ده سوق كفر الشيخ اللي بيتنصب كل اسبوع يوم الخميس. حسن اخويا تعمل ايه عندك؟ اهلا يا عمده، ما حسيتش بيك خالص. ايه بتتفرج على السوق؟ انا بحب اطلع في الناس وهما بيبيعوا وبيشتروا. لو عايز تتفرج بجد يبقى سوق البهايم، بس ده بره البلد. قول لي فين شهر اخوك؟ نايم في اوضته، ما رضاش ننام في اوضه واحده، وقال لي اعمل حسابك ان دي اوضتك. قال ايه؟ ما بيحبش ينام ونفسه في نفس حد. خلاص اعمل حسابك ان الاوضه دي اوضتك. المسامحه قربت تخلص، وانا من رايي تفضل هنا مع اخوك شاهر. انا عايزك تروح تصحيه دلوقتي وتستنوني في اوضه الجلوس. هروح اقعد مع الحجه ورضوانه واجيلكم على طول. على الله بس يصحى على طول وما يتعاركش معايا. قلت لها على اللي تحدثنا فيه يا امه؟ قلت لها يا فتح الله. انت ايه رايك رضوانة؟ اني عارفه انك مش عايز تغصب علي، لكن اني مش عايزه ارجع بشني ومش عايزه اتجوز. انت حكايه الجوازه دي خالص لحد ما تهدي وتروقي وتلاقي اللي تقلك. وانت يا امه في حكايه الجواز دي انا ما جبتش السيره دي خالص. هو اني ما اتكلمش في غير اللي انت تقوله لي؟ ام جبريل جايبه لها عريس يشرح القلب، قلت اجس النبض في الظروف دي يا امه. وانت عارفه اللي بيها. بيها ايه؟ ده بدل ما تعجلها تقوم على عمها وتقويها على الخيالات اللي في دماغي. يعني كل اللي عايزه ان رايح اختي نوارد بشنين وتاج راس الحسينه والسخويه، ولان عيني وعينك. ما تعيطيش يا رضوانه، ما تعيطيش اختي. لو اعرف بس ايه اللي حرقك للدرجه دي. هو تفتكر ان احنا نسينا حماد؟ يعني خدت عهد على نفسي قدام الشيخ يونس وولاده اني مش هنساه وحقص اخباره وحدور عليه طول ما انا عايش. ربنا يقدرك على فعل الواجب يا ابني. وحمد ابن حلال ويتم امه واب ومسؤوليته في رقبتنا كلنا. لا حول ولا قوه الا بالله. بقى الانجليز ما يلاقوش دونا عن الخلق كله الا حماد. ربنا يخليك ليا يا بلام. اسمعينا رضواني، انت تطبي نفسك علشان نرجع البلد النهارده انا وانت والحجه، وهناك توطبوا لنا زياره علشان اروح مصر انا وانت. صحيح يا اخوي. ورا كيف مصر المره دي يا فتح الله؟ هفسح اختي وازورها لاوليه واجيب لها هدوم من بنك سمعان وحيها على الاخر. هو انت حتغلب حجج علشان ترمح على سرايه المصراويه بتاعتك؟ الدار دي هتبقى داركم انتم الاثنين، ولما رضوانة ترد من المحروسة لحد ما ربنا يكرمها في عدلها هتقعد معاكم هنا هي ورجيحي. ده الترتيب الجديد. طيب وامي الحجة؟ مش هتقدر تسيب البلد، هي مسافرة معايا النهاردة. الحمد لله البلد هديت ومبقتش خايف عليها. طب وش معنى يعني رضوانة هي اللي تسافر المحروسة وتتفسح؟ ماني كمان عاوز اسافر واتفسح. وانت بالذات ما تفتحش عنك خالص. انا لو عاوز اكرمك
احبسك بقيت عمرك كله. ليه بس يا اخوي؟ هو انا عملت ايه؟ هنا ولا هناك؟ في كفر الشيخ ولا بشنين؟ قل لي ايه اللي ما عملتوش؟ عارف يا شهر، انا مش خايف من ولاد الليل وعصابة صابر الحسيني قد ما انا خايف منك انت. خايف منني؟ هي دي تعجل برضك يا بلعمدة؟ لان اللي هتعمله مع غيري هيتحسب علي انا. مش شرط تأذيني وش في وشك، لكن اللي زيك ما يعملش حساب حاجة ابدا، لا دم ولا حرمة مال ولا عرض. هني كده يا اخويا؟ ده الشيطان الرجيم بقى. انت كده ما يحق لكش تحبسني وبس، لا ده انت يحق لك تجيب سياف ويطير رجبتي. بس معلش بيني وبينك ربنا. انت تجلت عليه العيار الجامد جوا يا بلعمدة. بس ما افترتش عليه ولا كذبت في اللي قلته. اخوك حسن جدرو مال، يا ترى من يعدله؟ عارف عارف اني صممت ليه اجيبك من دسوق لكفر الشيخ؟ علشان هو انت يا حسن، انت الوحيد اللي هتقدر تربيه. اني يا ربي شاهر ده اكبر مني بكتير. مش حكايه سنة حسن، حكايه عقل. مين اللي عقله اكبر علشان ياثر على التاني؟ حكاية ضمير. ربنا ادى مين فيكم ضمير حي يكفيه هو واخوه. روح روح دلوقت، خد فرصه وغفير من الجمعة وشوف اخوك خد فوش وراح فين. حاضر يا بلعمدة. ما تتاخرش، انا ماشي كمان شوي. جرى لك ايه يا عمد؟ ما جراش حاجه الحمد لله. لا جارة، طريت ونعمت كده فاجئة زي ما تكون نداها خطفتك وبدلتك بواحد تاني. ليه الكلام ده يما؟ عشان قلت كلمتين طيبين لرضوانة. مسكيلة ملهاش حيلة في اللي صبها، وسر القلوب عند اللي خلقنا. الكلمة اللي طول عمرك كنت بتقولها لي، أحب أفكرك يما لو أنت نسيه، بوصية أبوه الله يرحمه لما كان أذان الفجر بيدن ومسك إيدي وقال لي خد بالك من إخواتك، إخواتك كلهم كوم ورضوانة كوم تاني، أوعى تكسي عليها ولا تكسر نفسها. الله يرحمك يا إسماعيل. أيوه يا فتح الله، أني شاهد. أني مش بتهمك إنك بتخالف وصية المرحوم أبوك أبداً، بالعكس ده أنت بتنفذها وبالزيادة. بس أني ملهوفة على رضوانة زيك وخايفة عليك وعليها. خايفة عليها؟ فهمنا. خايفة عليا أنا ليه بقى؟ عدوينك بيكتروا، وإن ما لميناش الحكاية بسرعة حيلسنوا، والكلام حيبقى في المديرية بحالها. حيقولوا أخت العمدة عاشك وحتموت من جرايب حبها ابن السخاوي. يلد عليك الكلام ده؟ لا يا أمه، ما يلدش عليا ولا هستنى اسمعه. علشان كده أنا واخدها معايا المحروسة، هتفضل هناك لغاية ما تنسى حماد تخف من اللي بيه. لا تقول لي ده المكتوب وحكم القضاء، ولا حال عالم الاشياء ماشية ورضا. هو ابن ادم ريشة طايشة في قضاء، ده الصبر طيب والسؤال له جواب. نعمل صواب تاخد نصيبك ثواب، واحسبنا عند الله في يوم الحساب.
عند الله يوم الحساب والصبر الطيب الصبر الطيب بحر الحياة متاهات وبر النجاة في الغيب طايحة بمرياح القدر في ايدينا دفة تحدد الاتجاه وعجل يهدينا نفادي الخطر ونشك سكتنا في قلب الضباب والصبر طيب الصبر طيب لكل ده طيب واللي يصبر ينول واللي حلم وعيونه صحين يكون وعدوا ان الدنيا دي بحالها نول وسعوا على الله الاتكال والركون تلاقوا توب العيشة زهزه